بالطبل والزمر والاحتفالات. هكذا ودع لبنانيون رياض سلامة، أحد أطول حكام البنوك المركزية خدمة في العالم، بعد خروجه الأخير من مكتبه الذي أمضى فيه 30 عاماً حاكماً لمصرف لبنان. في بدايتها كان يلقب بالساحر، الذي أسس النموذج الاقتصادي اللبناني الفريد وصنع العجائب في النظام النقدي لبلاد الأرز، وكان البعض يراه الرئيس القادم للبلاد، لكنه يغادر الآن تاركاً وراءه بلداً منهاراً اقتصادياً وعملة متراجعة بأكثر من 98% من قيمتها، وأموالاً للمودعين محجوزة، وشبهات بالفساد والاختلاس، ومذكرة اعتقال، وعقوبات أمريكية وبريطانية وكندية بحقه تجمد أصوله وتمنع التعاون معه. فمن هو رياض سلامة؟ وهل يتحمل مسؤولية ما حدث؟ ولماذا يعد حاكم مصر في لبنان منصباً مهماً في البلاد؟ هكذا كان المشهد في لبنان طوال 15 سنة. حرب أهلية طاحنة أكلت الأخضر واليابس في البلاد حتى عام 1990، عندما انتهت الحرب برعاية سعودية فيما عرف باتفاق الطائف. ثم وصل هذا الرجل إلى رئاسة الوزراء، رفيق الحريري. بمساعدة السعودية ودول الخليج، استطاع الحريري انتشال البلاد من وحل آثار الحرب الأهلية، فاقترض عشرات المليارات لتأهيل البنية التحتية والمرافق، وارتفعت قيمة الليرة اللبنانية في عهده، وخفض الضرائب، وانخفض التضخم. كل هذه الإنجازات التي عرفت بالمرحلة الحريرية في لبنان لم يكن الحريري مهندسها لوحده، بل كان معه اسم لامع، إنه رياض سلامة، الذي كان قد أنهى دراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم انتقل للعمل في شركة ميريل لينش المالية العالمية، وتدرج في مناصبها حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس، قبل أن تلتفت الأنظار إليه من بلده الأم لبنان، ويتسلم منصب حاكم مصر في لبنان باختيار من الحريري، الذي كان يسعى لتحقيق استقرار اقتصادي بعد الحرب الأهلية. كان ينظر إلى سلامة باعتباره رمزاً للعلاقات مع المؤسسات المالية الكبرى، ومهندس القروض والاتفاقيات التجارية، وقد أعاد الثقة ولو مؤقتاً في النظام المصرفي والمالي في لبنان، الذي كان مركزاً مالياً مهماً في 60ياتي و70ياتي القرن العشرين، وسمي سويسرا الشرق، وتمتع بقوانين لحفظ سرية العملاء تشبه نظام سويسرا المالي. انخفض التضخم السنوي في لبنان من 100% إلى أقل من 1%. خلال السنوات اللاحقة لمع نجم سلامة، وأصبح يشار إليه بالبنان بسبب سياساته الاقتصادية والانتعاشة التي شهدها لبنان، خاصة سياسته في الاستثمار في الذهب ومراكمة مخزون كبير من الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، حتى ارتفع تصنيف موديز الائتماني للبنان عام 2008 إلى إيجابي، وهو مؤشر يقيم قدرة المؤسسات والحكومات على الوفاء بديونها. نال رياض سلامة جوائز متعددة بصفته واحداً من أفضل حكام المصارف المركزية في العالم، واختير أفضل حاكم مصرف مركزي في الشرق الأوسط، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك. لكن كل هذا البريق بدأ في الأفول، فبعد اغتيال رفيق الحريري وتدخل حزب الله في سوريا والصراع السياسي وفراغ السلطة، انفجر الوضع السياسي، وأدارت دول الخليج ظهرها للبنان، خاصة مع تعاظم نفوذ إيران عبر حزب الله في البلاد. تراجعت السياحة، وتقلصت التحويلات المالية، وازدادت البطالة، وبدأت الدولة تفقد قدرتها على سداد ديونها، وارتفعت الفوائد. وصلت الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها عام 2019، حين سعت الحكومة إلى تخفيض النفقات وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة على مكالمات تطبيق واتساب الذي يستخدمه معظم أهالي لبنان للتواصل مع أبنائهم المغتربين. اشتعلت مظاهرات شعبية غاضبة في البلاد، مطالبة بتغيير الرموز السياسية التي ازدادت ثراء بينما تزداد البطالة، ويقبع كثيرون تحت خط الفقر. وانفجرت أزمة الدولار في لبنان. حجزت البنوك أموال المودعين في خطوة غير قانونية، ومنعتهم من تحويلها إلى الخارج، وتفاقمت الأزمة أكثر مع انفجار مرفأ بيروت، وعصفت أزمة كورونا كوفيد-19 بلبنان والعالم، حتى أعلنت الحكومة اللبنانية عجزها عن تسديد فوائد ديونها، وبلغ الدين الحكومي نحو 500% من الناتج المحلي في 2021، وانهارت الليرة حتى فقدت 98% من قيمتها، ليصبح التضخم من بين الأعلى في العالم، وفقد الناس وظائفهم، واختفت السلع من الأسواق، في أزمة اعتبرها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
عانت البنوك من أزمات توفر السيولة وتوفير الأموال للمودعين، ورغم أن سلامة كان يقول دائماً إن أموال المودعين بخير وإن الليرة بخير، يبدو أنها لم تكن كذلك. تعرضت المصارف اللبنانية لهجمات الغاضبين من السياسات المصرفية، وبدأت الأنظار تتجه أكثر نحو رياض سلامة، خاصة مع تعاظم ثروته الشخصية وأيضاً تحويل كميات من الأموال بالدولار من لبنان إلى الخارج أثناء الأزمة. دفع هذا الأمر العديد من المودعين إلى الهجوم على المصارف، وبعضهم نجح في تحرير أمواله. الآن وبعد مغادرة سلامة منصبه، فإن أمامه معارك طويلة مع التحقيقات في 7 دول على الأقل، واتهامات بالاختلاس وغسيل الأموال والتحصيل غير المشروع لثروة تصل إلى 2 مليار دولار. التحقيقات الاستقصائية كشفت عن تحويلات بملايين الدولارات من لبنان إلى الخارج لحسابات لنجل رياض سلامة بعد أن وضعت البنوك يدها على حسابات المودعين، إضافة إلى تحويلات بمئات الملايين لحسابات لرياض سلامة نفسه أو أخيه أو مساعدته وعدة شركات خارج الحدود، إضافة إلى عقارات وشركات في أوروبا وظهور اسمه في وثائق بندورا. فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تصرفاته الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار حكم القانون في لبنان. ورغم أن سلامة ينفي ذلك ويبرر ثروته كلها بالإرث وعمله الشخصي لمدة 20 عاماً في القطاع الخاص، لم تمنع هذه التصريحات دولاً أوروبية من مصادرة أصول تقدر ب130 مليون دولار مرتبطة برياض سلامة وإصدار مذكرة بتوقيفه. والسؤال الذي يخطر ببالك وسط كل هذا الفشل، لماذا حمى السياسيون رياض سلامة من الإقالة؟ منصب حاكم المصرف ليس منصباً عادياً في لبنان، بل إنه يتمتع بالحصانة القانونية والاستقلالية والمحاصصة أيضاً. نعم، حتى منصب حاكم المصرف يخضع للمحاصصة الطائفية كأي شيء في لبنان، فحاكم المصرف يجب أن يكون من الطائفة المسيحية المارونية. إضافة إلى ما سبق، فإن حاكم المصرف يرأس هيئة التحقيق الخاصة التي تحتكر بحسب القانون صلاحية رفع السرية المصرفية عن أي حساب مصرفي وتزويد القضاء بأي معلومات مصرفية، الأمر الذي من شأنه أن يخدم الطبقة السياسية الحاكمة ويعرقل أي عمل قضائي يستهدف ملاحقة السياسيين في أي تهم. فهل يدان رياض سلامة بخسارة تحويشة أعمار الملايين؟ أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.